تريلا بالعربي. كتاب تفسير التحرير والتنوير. يتناول هذا الكتاب تفسير القرآن الكريم تفسيراً عصرياً وسطياً يعتمد على البيانات والتحليل، وضع الكاتب فيه نفسه في موقف الحكم بين طوائف المفسرين. ويحتوي الكتاب على مسائل لم يذكرها من سبقه من المفسرين، ويعتمد في منهجه على العقل والرأي مستشرداً بضوابط الشريعة. ويبدأ الكاتب بذكر اسم كل سورة وفضل قراءتها وترتيب نزولها وعدد آياتها، ثم يذكر محتويات السورة ويفسر منها ما تيسر له. ويهتم الكاتب في تفسيره ببيان وجوه الإعجاز وروائع البلاغة العربية وبيان تناغم الآيات بين بعضها البعض. ولم يقتصر الكتاب على التفسير بالمأثور وما نقل عن الصحابة والتابعين، بل ينقل كثيراً من روايات المفسرين الأوائل وآرائهم، ثم ينقدها نقداً استدلالياً عقلياً. صدر هذا الكتاب عام 1984، ويضم 30 جزءاً بعدد أجزاء القرآن الكريم. كتاب تفسير التحرير والتنوير من تأليف محمد الطاهر بن عاشور. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.